ne strategii ace mine, ace necuri, ace necte, ace nec nervs, ace nece, ace nenga. فأنا بالنسبة لي لما دي من الحاجات المهمة جدا توكل على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة أكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادي العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير حط عليك، ومع ذلك برضه كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عاوز تكون متزن ادرس الاتزان. فتبص تلاقي إن أول حاجة توكل على الله سبحانه وتعالى الأخلاق العالية، بعدين على طول يكون عندك أهداف، والأهداف تبدأ تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقة صغيرة، كنت أقراها كل يوم قبل ما أنام، وأقراها كل يوم أول ما أقوم من النوم، وكل يوم أتحرك خطوة صغيرة على الأقل عشان أحقق هدفي. فده اللي أنا بقوله، إن الأحلام باستمرار بتتحقق، الأهداف باستمرار بتتحقق، كل ما في الأمر أنت لأنهي درجة وصلت لمرحلة إنك ما تسيبش هدفك أبدا، ما تسيبش حلمك أبدا. فأنا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز كان دلوقتي عارفين لما يكون عندنا أهداف مش ممكن هسيبه إطلاقا إطلاقا، تخططه صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدأ نراجع بنقيد بنعدل، لكن نشوف هنسيب الهدف لازم نوصله. لأن إذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه هي لا أنا وأنت، فإذا كان حد عملها قبل كده يبقى أنت أحسن، لو حدش عملها يبقى أنت الأول. فالواحد لما يفكر بهذا الأسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده أنا بعمله باستمرار. يعني دلوقتي أنا عندي أهداف، يوم ما فكرت إن أنا أجيب شقة أوصل بيت المال البشرية مش سهلة. تعرف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل، طب سافر بره وبعدين اديني خبر. يعني نمره اخطر يعني 32 او 34 في الاعمال العالميه. يعني عندك اليابانيين وعندك الفرنسويين وعندك السويسيين وعندك الالمان والسويديين والامريكان على ما يوصلوا لنا، يعني نمره 34، وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين كلنا في نمره 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه؟ يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح؟ وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط؟ ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن كده ازاي؟ فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان. فيوم الجديد فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك انت، سايق سيارتك انت، عايش في فيلتك انت، مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن انت عايز تتجوزها، الله اعلم. لازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت تعرف فيه مثلا يقول لك ازاي؟ كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القياده، يوم القيامه يا اما هشهد معاك يا اما هشهد ضدك.